نقف الآن في منطقة سكنية شرقي العاصمة بغداد تفتقر إلى الخدمات منذ سنوات نتيجة الإهمال الكبير من قبل الجهات المعنية التي لم تجد حلا لسكانها. هذه هي منطقة الحبيبية شرقي العاصمة، تعاني من مشاكل بيئية منذ سنوات نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، حتى باتت هذه الحيوانات تتجول في أزقة المنطقة فضلا عن انقطاع التام في التيار الكهربائي. كل هذه العوامل أثرت سلبا على سكان المنطقة، فهم يطالبون الجهات المعنية بتحسين الواقع الخدمي المتردي منذ فترة طويلة. تجي البلدية تبلط لها فد 10 مترات، وراء ال10 مترات يصورون بالكاميرات، اخذوا فلوس مال شارع كامل هذا تبلط، ومن زمن من 2003 لحد الان هذا الشارع ما مبلط. بالنسبه صيوا ان محطه مال مجاري هنا، اجلكم الله، المحطه مال مجاري كملوها على حسب الاصول، صرفوا لها بحدود المليارات. المهم كنت المحطه قلنا بعد ما نغرق اقل مطره هنا نغرق، شنو السبب طلع بعدين بالاخير من رحنا لهناك وطلعنا على ابو المحطه، يابا ليش ما تشغل المحطه؟ شنو السبب؟ السبب المحطه المهندس اللي مسويها المقاول اعلى من البور مال مجاري. والله وين نطالب من ياهو، اكو انسان نطالبه يجينا ذا مطرت ويشوف منطقتنا، الشارع مالنا، الكهرباء مالتنا، هاي احنا 100 بيت معاناه، ذاك يوم شهر كامل احنا بلا كهرباء، شهر كامل. الأطفال هنا اتخذوا خردة السيارات وسيلة للهو بسبب عدم وجود أماكن ترفيهية لهم في المنطقة. سكان المنطقة يتلقون وعود وزيارات ميدانية من قبل الشخصيات السياسية خلال الحكومات العراقية المتعاقبة في فترة الانتخابات البرلمانية، إلا إن تلك الوعود سرعان ما تكتشف بأنها وعود تخديرية لسكان المنطقة، فالحال بقي منذ سنوات كما هو دون تحسن على أرض الواقع، وهذا ما تحدث به أبا محمد أحد سكان المنطقة. طبعا فترة الانتخابات يعني كالعادة المسؤول يعني يسعى إلى جمع أصوات من المناطق الفقيرة، المناطق المحطمة، فزارونا هنا وعدونا بأنه راح يتممون هذه المناطق ويعيدون صلاحيتها ويعتبروها يعني منطقة نظيفة مقابل يعني تعرف جمع الأصوات لهذا المسؤول أو ذاك، فيعني هاي كانت وعود انتخابية وما لها أي نتيجة. فيما يترقب سكان منطقة الحبيبية والمناطق الأخرى في بغداد التي تفتقر إلى الخدمات بأن تلتفت الحكومة العراقية لهم وتمضي نحو تحسين الواقع المعيشي والخدمي في تلك المناطق. من بغداد صقر منذر، WTV.